بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك الفوز للجميع، مبروك الإدارة، مبروك الكادر التدريبي، مبروك للاعبين. صراحة الكل ما قصر، لاعبين صغار في العمر، كبار في المستوى، الحمد لله كنا يعني على قدر المسؤولية وحققنا يعني تأهلنا المباراة النهائية. انتظرنا المباراة النهائية، علينا ننسى هذه المباراة. المباراة كانت صعبة علينا أمام نادي كبير مثل النادي الأفريقي، الحمد لله قدرنا نتغلب عليه وفزنا. إن شاء الله المباراة النهائية تكون من نصيبنا إن شاء الله. إن شاء الله أكيد قلت لك إحنا الكل يعني عازمين على تحقيق هذا بداية موسم إن شاء الله الكأس. تعرف النهائي اللي ممنوع تلعبه اللاعبين أجانب؟ لا لا ليش، هذه لأنه الفريق من الدرجة الثالثة، يعني هذا قانون يعني جامعة تونسية كرة قدم. والله ما نعرف، هذه صدمتني الصراحة. وعليش يعني لا مستحيل هذا القانون صح؟ أكيد الحمد لله وشكر، هذا بعد تعب وسنين اللي يعني وهذول الجمهور رصيد إلي ونشكرهم يعني على دعمهم اللي مستمر دائما متواصلين وياي وينطون الدافع المعنوي ويخلونا أقدم كل ما عندي، وإن شاء الله نوعدهم بالمزيد الأفضل.